الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبفضل من الله ونعمة أن الله تبارك وتعالى أنعم علينا في هذه الأيام الطيبة المباركة وبرعاية كريمة وبتوجيه طيب من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار مع معالي وزير الأوقاف في توجيه صفوف الأضاحي ولحوم صفوف الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية والمناطق الأشد احتياجا. بفضل الله تبارك وتعالى بمساندة كريمة من معالي وزير لواء أركان حرب عادل غطار محافظ بورسعيد وما وبحضور السيد المستشار محمد سيادة اللواء محمد بيعامر مستشار السيد المحافظ هذه المحافظة الباسلة، يتم بفضل الله تبارك وتعالى توزيع لحوم الأضاحي على جميع الأماكن الأشد احتياجا والأسر الأولى بالرعاية. وبفضل الله تبارك وتعالى تم في الأسبوع الماضي استلام عدد 2 طن من لحوم الأضاحي تم توزيعها للأماكن والأسر الأولى بالرعاية، والنهاردة وصلنا 2 طن ليكون إجمالي ما تم وصوله لهذه المحافظة حتى هذه اللحظة عدد 4 طن لحوم أضاحي، وسيتم توزيعها في جميع الأماكن والأسر الأولى بالرعاية في هذه المحافظة الباسلة. هنا احنا بنشكر السيد وزير الأوقاف على صفقة اللحوم للاحتياجات اللي موجودة في مدينة بورسعيد تحت رعاية طبعا السيد اللواء أركان حرب عادل غطار محافظ بورسعيد، ويتم التوزيع إن شاء الله عن طريق السيد الدكتور صفوة. بسم الله الرحمن الرحيم. مديرية أوقاف الجيزة دكتور سيد مسعد وكيل الوزارة، العرض إن شاء الله بإذن الله 17/8/2020 وصول 2 طن لحمة للجيزة، ليصل ما وصل إلى الجيزة حتى الآن 9 طن، ورد 7 قبل كده و2 طن اليوم، يبقى 9 طن لمحافظة الجيزة حتى الآن. يتم التوزيع طبقا بكشوف معدة قبل ذلك، ويتم التوزيع أيضا طبقا للأولويات والأماكن المحتاجة بالتنسيق مع محافظة الجيزة ورؤساء الأحياء على مستوى مديرية أوقاف الجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. لقد تم اليوم استلام عدد 2 طن من لحوم صفوف الأضاحي تحت رعاية السيد الوزير الدكتور محمد بن جمعة وزير الأوقاف، وتحت رعاية صاحب الفضيلة مدير وكيل مديرية أوقاف الإسماعيلية فضيلة الشيخ مجدي بدران، ولتكون الحصة التي قد وصلت الإسماعيلية في الجمعة الماضية. واليوم عدد 4 طن من لحوم صفوف الأضاحي توزع على الإدارات الفرعية لتوزيعها وعلى المساجد الكبرى بالمحافظة لتوزع على الأسر الأكثر احتياجا. نسأل الله التوفيق ونسأل الله أن يديم على مصر الأمن والأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إكرامي التجهيزي مندوب الشركة العامة جايبين 3 طن لحوم صفوف الأضاحي إلى محافظة البحيرة النهارده الاثنين 17/8/2020 لوصولها الى وزاره اوقاف البحيره.